مساء الخير. أنا هتكلم دلوقتي في 6 سلايدز، كل واحدة منهم بتتكلم عن الحاجات اللي احنا أخدناها واللي هناخده. اللي أخدناه اللي هو الأفعال المنفصلة، هتكلم عن الأفعال المنفصلة في السلايد الأولى والتانية والتالتة، وهنحل الواجب بتاع المرة اللي فاتت اللي هو صفحة 111 واشرحه تاني. تمام. أول حاجة هنتكلم هنا، بنقول هالو ليبي فريندا فون صوفيا، أهلا يا أصحاب صوفيا. Sophia hat Geburtstag und wir möchten ihr ein besonderes Geschenk machen. Sophia عندها عيد ميلاد واحنا نريد ان نديها هدية خاصة بسبب عيد بمناسبة عيد ميلادها. Einen Tag mit ihren Freunden، يعني يوم مع أصدقائها. تمام. Wir laden euch herzlich ein. Einladen يعني ندعوكم أنتم. بويت über Überraschungstag، ليوم مفاجأة بالنسبة لصوفيا. فينجت أم سامستاج تين أخت سنتن سبتن أم سن وأن، يبدأ يوم 18/7 الساعة 10. تخاف بونكت أم بانهوف، مكان الالتقاء في المحطة. فيا هولين دان سوزامن صوفيا أب، إحنا حنجيب صوفيا معا. أب هولين ده فيرب يعني يحضر معا. فيا ماخن أينن أوس فلوج ميت ديم فاغاد، هنعمل رحلة لمدة يوم بالعجل. und mittags ein picnic، وهنقعد نتغدى في الهواء الطلق. في ابرين اسن اون جترينك ميت، هنجيب اكل ومعانا ومشروبات. باي ريجن جين فيا انس موسيوم تان زوزامن اسن اون تانخ انس كينو، اثناء المطر هنذهب للمتحف ثم معا ناكل ونذهب الى السينما. فيا روفن فوهير على ان، احنا هنتصل بيكم قبلها. اند انفورميرن اوش اوبات سايت اند اوت، ونخبركم بالوقت والمكان. hoffentlich könnt ihr alle mitkommen، فعل können ده فعل من الافعال الناقصه اللي بياخد فعل في المصدر اخر الجمله. trimbare verben، wir möchten euch einladen، نحن نريد ان ندعوكم. تمام. الجمله لو بصينا هنا، wir laden euch ein، الفعل منفصل لجزئين. Wir bringen Essen und Getränke mit، نحن هنحضر. mit bringen فعل منفصل اهو، bringen mit. طيب انا عايزه احطه على بعضه، احط wir möchten Essen und Getränke mitbringen. تمام. بنحط فعل möchten، فعل ناقص، الفعل ده بيديني الفعل في المصدر اخر الجمله على بعضه، mit bringen. تمام. wir rufen vorher alle an، نحن نتصل بكل الناس قبل ذلك. vorher wir möchten vorher alle anrufen، حطينا möchten عشان فعل möchten من الأفعال الناقصة اللي بيرمي الفعل في المصدر آخر الجملة، بقى هنا anrufen. wir holen zusammen Sophia ab، إحنا هنجيب صوفيا مع بعض، يا إما نحط المودال فيرب ونحط abholen في المصدر آخر الجملة. hoffentlich kommt ihr alle mit، نتمنى إنكم كلكم تأتوا معنا. أدي mit kommen أهو فعل منفصل، وحطينا كنت ihr alle mit kommen علشان نحط الفعل في المصدر على بعضه، بنحط فعل كونن. تمام. هنا هنجاوب على الأسئلة صفحة 115 على نفس القطعة. Antworten Sie auf die Fragen، was machen die Freunde für Sophia، ماذا فعل الأصدقاء لصوفيا. السؤال الثاني، wann machen Sie das، متى يفعل ذلك. wie heißt، weiß Sophia darüber، السؤال الثالث، تعلم صوفيا عن ذلك. السؤال الرابع، wie feiern die Freunde Sophias Geburtstag، كيف احتفل الأصدقاء بعيد ميلاد صوفيا. في أسئلة هنا موجودة في القطعة، تحت القطعة أنا هجاوبها لكم علشان نعرف الإجابات بتاعتها. wie feiern Sie Ihren Geburtstag، كيف تحتفل حضرتك بعيد ميلادك. laden Sie Ihre Freunde oder Familie ein، بتدعو أصدقائك أو أصحابك. ich lade meine Freunde und Familie ein، أنا بدعو أصدقائي وأصحابي. السؤال الثاني، wer ruft Sie am Geburtstag an، من تتصل أنت في عيد ميلادك. ich rufe meine Freunde an، أنا بتصل بأصحابي. السؤال الثالث، was kaufen Sie für das Fest ein، ماذا تتسوق للاحتفال. ich kaufe Essen und Getränke ein، أنا بشتري أو بتسوق طعام ومأكولات. السؤال الرابع، wann fängt das Fest an und wann hört es auf، متى يبدأ الاحتفال ومتى ينتهي. das Fest fängt am Samstag den 18.07. um 10 Uhr an، الاحتفال يبدأ يوم السبت في 18 من شهر 7 الساعة 10. okay. bringen Sie Ihr Gäste etwas mit، أصدقائكم بيحضروا حاجة معاهم. في ألمانيا الاحتفال في عيد الميلاد أو أي واحد بيحتفل بعيد ميلاده ما بيعملش جاتوه وتورت وكده،
بيقسم الحاجات على اصحابه، تمام، واصحابه بيجيبوا الحاجه وهما جايين. عشان كده الاجابه بتقول دي جاستا برينجن اسن اون كاترين كانت، الضيوف هيجيبوا الاكل والاكل والمشروبات معاهم. هنا هنحل صفحه 111 اللي هي النوميناتيف والاكوزاتيف. هنبص هنا، السؤال الاول هاستو اينن هوند، هوند دير مفعول به، عندك كلب، عشان هي في المفعول به اكوزاتيف تاخد اينن، فبنقول اينن علشان هي مذكر. ناين اين كاتسا، عشان اين كاتسا قطة مؤنثة، بتاخد اينا. السؤال الثاني هات ساندرا اين هاوستيا، هاوستير ده هو الكلب او الحيوان المنزلي، وده ارتيكل بتاعه داس، فبنقول ياخد يا اما داس يا اما اين سواء فاعل او مفعول، فهنا موقعه مفعول به اكوزاتيف، فبرضو بنقول اين. يا اين ميش فاينشن، عندها حيوان صغير اسمه ميغش فاينشن اللي هو خنزير بتاع البحر الصغير ده اللي هو بشعر عامل شبه الفار. السؤال الثالث is دكتور جونز ان فيرد ناين ان بوني، دكتور جونز الاسم بتاع الحصان دكتور جونز، ناين ان بوني ده اسم البوني، البوني اللي هو السيسي اسمه دكتور جونز. السؤال الرابع هاز تو اين ان شبيتزر، عندك بريه، البريه دير موقعها مفعول به، تاخد دين او اينن، ودو نوميناتيف فاعل، فعشان كده نقول ايش فين ده ماينن نيشت، ماينن اللي هي برضو اخدت نهاية الدين، عشان هنا داش بيتزر تبقى دينش بيتزر عشان ايش فاعل، هنا ايش نوميناتيف فاعل وماينن اكوزاتيف مفعول به دين. ايش هابا او اخكاينن، انا ما عنديش، هابا انا عندي، ما فيش، كاينن ما فيش، نوت، وهي عشان دير برضو تبقى كاينن. أبا إيستا هات أن. السؤال السادس بيقول لي زوخت كلاوس عن هندين، يبحث كلاوس عن كلبته، هنا دي هندين الكلبة مؤنثة، فتاخد إي في الكلمة، زين هيز زي هيز بالإنجليش، يا زي إيست فاك، نعم لأنها ضاعت. السؤال السابع أين داكل إيست فاك، في كلب ضايع، تمام، تاس إيست بوخا، دي بوغا دي هندين فين كلاوس، الكلبة بتاعت كلاوس. ماين شتوندن بلان، جدول الحصص بتاعي اس نشت جود، مش حلو، هنا بنحط ماين عشان شتوندن بلان دير، وبعدين في است هنا يبقى ندي نوميناتيف بس، فتاخد ماين ملهاش اي زيادة. في استاين شتوندن بلان، كيف يكون الجدول الحصص بتاعك، داين بتاعك انت، اس اس اوخ نشت بزوندرس جود، هو مش حلو ايضا يعني. ich habe fast keine mittagspause، ich habe انا ده نوميناتيف عندي، يا دوبك ما فيش عندي بريك، تمام، keine اللي هي not، ومittagspause اللي هو البريك الفسحه، تمام. شكرا ليكم، اتمنى ان كل الجزء اللي انا قلته يكون واضح، و نتقابل ان شاء الله في اي حاجه، واي حاجه مش واضحه يا ريت تبعتوا لي على الواتساب. مع تحياتي دكتورة شويكار.